واحد بيقول نحن نؤمن ان لاهوت السيد المسيح لم يفارق ناسوته لحظه واحده ولا طرفه عين، فكيف كانت تتم الحوارات بين هذه الاقانيم كما حدث في بستان جثيماني وكذلك في رساله بطرس الاولى في الاصحاح الاول يتحدث عن اعطاء الاب مجدا للابن. المسيح لما كان بيكلم الاب لان له طبيعه ناسوتيه ممكن يكلم بها الاب، ولما الاب اتكلم عن الابن في اثناء العماد لان الابن له طبيعه ناسوتيه برضه. اما حكايه المجد دي فهو مجد متبادل، الاب يمجد الابن والابن يمجد الاب. في يوحنا 17 موجوده، الابن يمجد الاب قال له انا مجدتك على الارض، انا مجدتك على الارض، العمل الذي اعطيتني لاعمل قد اكملته. وتمجيد الاب للاب يقول مجدني انت ايها الاب عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم.